هلو يا معشر الباندا، اليوم اجيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا كرونيكر راديو قد الدنيا، كرونيكر تلفزيون قد الدنيا، خف الدم قد الدنيا، ابن ام الدنيا ايمن المصري. انا مش عارف، انا تهت مني، انا مش انا، وفنان شعبي كمان، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. يلا خلاص بقى يا بنت، عامل ايه؟ السلام عليكم. ديكور عالمي، ايش قولك خوي؟ مبروك الله خوي، هذا جديد. الفلوس بدأت تلعب. ليه والله ليه؟ الدنيا بدأت فرصة باش نشكر، فرصة حتبيع الديكور بعد بكرة يا جماعة اللي عايز يشتري. نشكر فريش برودكشن اللي وفروا لي الاستوديو هذايا. أيوة. باش حطيت فيه الديكور وبثينا لكم هذه الحلقه. في الست المصريه والست التونسيه، شنو الفرق بيناتهم؟ شوف، النكد هو يعني نكد الست التونسيه هو نفس نكد الست المصريه. لا ما تتضايقيش قوي. نعم يا حبيبي، انا بقول الصراحه. نعم يا اخويا، هترتاحي لي. انا شنو بابا؟ الصراحه هي الصراحه، النكد هم شنو بابا يا بنت؟ مو النكد عادي، النكد فما بقى حاجات تانية. ايه رايك في فما دي؟ عملنا ميكس كده مصري تونسي، ده ايه كوكتيل. ففي حاجات بقى طبعا متشابهين فيها، زي مثلا برضو لما ايه، يا حبيبتي الو، العيش حاضر، الزبادي اللي هو اليوغورت حاضر، الحليب ماشي حاضر، مش عارف ايه حاضر، طلبات الدنيا والاخره، فاهمه؟ ده كل يوم قبل ما تطلع. وفي حاجه بقى مهمه جدا، تنزيل الزباله في اليوم. ايوه اكيد، يعني اذا الزباله، انما في تونس اكتر بصراحه. في مصر هي كيس واحد بننزله، في تونس في 3 اكياس، كيس الصبح، كيس بعد الظهر، كيس بالليل. انا مش فاهم العماره كلها بتحط عندنا الزباله مثلا، دي مش فاهمها. ايوه ماك تعرف، ايوه واحد يحب يوصل في الفن لازم يمشي لأم الدنيا مصر. وينطلق. أيوة. ينطلق. أيوة. بس انا قبل ما انطلق، ايوه قال لك لازمك تعرف تحكي مصري. ايه عندي ثقه في روحي لما حالة عندي ليفل يعني؟ ما شوف شوف يا بطل، اول حاجه هتفضلي تتحركي هكا كده كتير، انت كده احنا بنعوم. طب ليه كده؟ ما فكرش يغني ترغب عليه من فيك يعني. انا نفسي ليه ما تقعديش تتكلمي زي البنات يا هكا تقولي وريني ليه بقى هكا؟ الف ليله وليله قصه كل ليله عليه الكلام ده كله. بيه قولي كيفاش نعمل وين تو نعمل، قولي صفا ولا هاي. انا اقول لك انت تقولي ايه، انت تقولي انت يعني كيفاش نقعد هاو عملتها؟ اول حاجه اكون انا هعمل حركات قولي. البنات بالمصري يعني هكا. لا احنا كده اعلان شامبو، احنا كده هنعمل اعلان شامبو. انا قعدت ساق فوق ساق. أيوة. ساق رجلي فوق رجلي. مساء الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء، اخباركم ايه؟ مساء الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء، اخباركم ايه؟ الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. بدانا خمسه وخميسه. خمسه موا لكل المشاهدين بهذا المشاهدين. ما تهربيش. لكل المشاهدين ايه؟ المشاهدين دي مين؟ المشاهدين لكل المشاهدين في افغانستان، المشاهدين في موريتانيا. تحسني قلبت موريتانيا على صومالي. برا ايوه. لكل المشاهدين، ايوه اللي بيتفرجوا علينا، اللي بيتفرجوا علينا اي اتمنى تكون الحلقه النهارده هتعجبكم. يا اتمنى يا اتمنى. مين اللي يا اتمنى؟ مين هو اللي انت بتقولي لي يا؟ في عفاريت. لا اتمنى الحلقه النهارده هتنور رضاكم او تعجبكم. اتمنى الحرقه الحرقه احنا كلنا هنحرق ايطاليا ان شاء الله، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي هنتكلم. اتمنى النهارده الحلقه تعجبكم. ايوه، واستنونا كل اسبوع في حلقه باندا. ليه متعاتيكم؟ ايمن. ايوه يا باندا، دلوقتي توا يعني بالتونسي باش نلعبوا لعبة، حاضر؟ لا باندا. حاضر يا باندا، حاضر. ما يتقلهاش. لا انت قلبتي اعلانات مصرية؟ لا. حاضر حاضر، هقول لك كلمات بالتونسي. ايوه هتقولهم لي في 5 ثواني بالمصري. باه كابيسان. ها؟
دي كلمة ولا قهوة؟ قهوة؟ أي قهوة، كابوسات دي قهوة. قهوة عندكم قهوة وديركت مالشني؟ امشي على طول. ليه؟ ديركت ليه؟ ديركت القهوة شنو هي بالمصري؟ انت عايزانا اقولها بالمصري؟ كابوسان هي اللي شوية صغيرين اللي هو بيفضل يشرب فيها لمدة طول اليوم دي. ليه ليه؟ ياخد رشفة ويشرب فيها سجارتين. اكسبرس 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 اللي هي بتتحط في المكتب هنا ويفضل يقعد بقى طول اليوم. طول اليوم هذيك اكسبرس. يا عم هتخلصها هتشربها ولا هتخليها؟ وتفضل تبقى بارده. ليه اسمع وتقعد تطر في الاخر دي ما نزلت ما كملتهاش. ولو واحد شربها تبقى خناقه، لو واحد تاني جه شربها يقول مين اللي شرب القهوه؟ تعدوا لي الكلمه الثانيه. استوش. استوش محفظه. محفظه. دور كلمه الحدث اللي ماكش باش تطلعها بالمصري. عيب عليك هطلعها. كسرونا. 1 2 3 4. ها؟ ويني؟ استني بس استني. عندك 5 ثواني. كسرونا. مش مين اللي كسرونا؟ مين اللي كسرونا؟ كسرونا كسرونا. كزرونا كسرونا. هاي. هي مش الحلة، الكزرونا هي الحلة اللي هي حلة شنو؟ حلة الباب؟ ودخلت؟ لا لا هي الحلة المركبة. يا بنت استني بقى ادينا فرصة. فين؟ باندا. ماشي ماشي خلاص ماشي. الحلة هي اللي بيطيبوا فيها. حلة حلة طنجرة. مريقل. مريقل طلع. مريقل. اسمعي بس اسمعي اسمعي انا اسمعي، انت عمالة ترغي، خليني انا بقى اديكي كام كلمة مصرية وانت تجيبها لي بالتونسي. انا قدها وقدود، اصل مصري بلدي التاني. اهو هي تكذب، طالما قالت كده هتبقى كذبة مش هتعرف رئيس. يعني بدأناها كده ماشي. كراكشندي دبح كبشو. كراكشندي معروفة يعني. مين هو كراكشندي ده؟ شورب. عنا نحن. هو اسمه كراكشندي ده شورب؟ شورب. يا بنت اللي دخل شورب في الليلة. نحن شورب. انتوا ما عندكم كراكشند. ماشي. عبيط. عبيط بهلول. اهبل. عبيط واهبل. سحلب. سحلب سحلب متاعنا زادة كيف كيف. شنو هي سحلب بتاعكم؟ سحلب هو استني شو يقولوا له زادة درع. يا بنتي لا مال الدراع ومال السقف. استني بس عماله تسقف علي يا بنت. استني بس ايه فرح قاعدين في فرح عماله تسقف. والله غلط. بيئة يا تلقيحة. اي توا باش نحكم عليك حكم وماكش تقول لي لا، ماكش باش تقول لي لا. تقولي لي غني اي غني غنية راب تونسي. راب استغفر الله. يا بنت اللي بتقولي ده البنت راب تونسي. حد يبعت لنا اي حد من تحت يا جماعه بعد اذنكم. ميه ميه ساعه لله. ميه ساعه. يا بنت فين يا بنت؟ راب راب تونسي. راب زي الكريب. انا اكلت كريب عليكي كريب. يا نهار اسود علينا. ما تعرفنيش بالغلط. اغنيه تراب تونسي. قاعدين نعيشوا زبلة في بوبالة في فجر من بدري ما نعرف مجالة. يومان يومان استنى عطخنا. يومان دي ملاش دعوة تونس. ايوة 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 يومان دي بس يومان يومان كمان نجا ايوة بقى يا ايمن. استنى 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 افتكرها. الكلام في الدليل من فم سلام راسي مدنجز لقدام بس مش عارف ايه مش عارف انام حاجة كده. معلم صعب بدلتلك ليه الله يخليك. اغنية اخرى صح باش تونسي باش تونسي كده هو اغنية اخرى قد وخير اللي مكتبه ربي يصير نحل شوية حنتير ولا بسميت الحرير. ايوه كده ما اخترتيش نعيش في غير اخوك مفيش كده مشاهير حقي نفكه بدراعي وما نطيحش خشمي بالغير. نتعداو لما بشوف بقى بالله ضيعة يا نهار اسود. وينه؟ 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 حبيبي وينه؟ انت هتتحولي ولا ايه؟ توا نحن التوانسة ديما نعرفوا اللي المصاروة يا يحبوا يطلبوا ضابط مباحث ولا باش مهندس قد الدنيا. شنو حكاية هالمهنتين هذوما في مصر؟ مين قال لك موضوع ضابط مباحث ده؟ اخوياني في المسلسلات والافلام اتفرجت فيهم. يقول ضابط مش ليه حددت ضابط المباحث؟ هو يقول ضابط وخلاص. حس فيها رنه ضابط مباحث قد الدنيا. معكش النقيب محمد عبد الكريم شحاته من الاسم الاول ولا مش لا مش انا مش انا والله ما انا. هي المهندس كلمه من زمان بتتقال فهي حلوه يعني بس ولا معظمنا اللي فيه عايز يطلع دكتور
لا لا اكتر دكتور هذي عايشك سامحني راي بتاع تونس هذي اللي يحب يطلع تقول له شنو هو اقول لك دكتور طبيب بتاع تونس هذي المصاروة خليه مظبط احنا عندنا في مصر معظمهم يقول لك عايز اطلع طيار وطبيب وطبيب اه وكمان يبقى طبيب اسنان غالي قوي غالي قوي افتح بقى كده 50 دينار ايمن ايوه قول لي ايه رايك في السيسي رايف مين هو ما فيش فرق يعني سيبسي سيسي يعني هو هي نكته بينهم يعني تحب تقول رايك في السيبسي قول رايك في السيبسي لا 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 والله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا لا والله شوف كل بلد كل 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 رئيس وليه سياسته وكل رئيس وليه حكاياته انا من زمان قسما بالله قدام الناس اهو قدام الكاميرا انا راجل مصري من ايام زمان حتى كنا انا مصر بالنسبه لي هي اهم حاجه من الاشخاص ايا كان مين هو الشخص اللي ماسك وانا ده رايي الشخصي يعني والله العظيم ولا ليا في السياسه ولا بكلم جد والله مش خوف ولا اي حاجه أكيد. والله ولا ليا في السياسه ولا احب اتكلم في السياسه ولا أكيد احب اصلا انا على سبيل الدعابه يعني ادي دعابه احنا بنهزر يا جدعان مش هنتكلم في السياسه في برنامج زي ده لا لا يعني والله لا لا انا لا خليني بس اكملها انا مصر مصر النيل مصر الاهرامات ام الدنيا الكلام اللي دايما عارفينه وبناء مصر انا بحب مصر بلدي هك ايمن نعم انت عماله ايه كل بتموتي بالبن بقى بدخل في الدور بقى تندمج تندمج في الدور لما اقولها ايمن قولي انرجي قولي نسيتني في السؤال يعني شنية اكثر حاجه ظهرت لك غريبة كيف جيت لتونس لبلابي اللبلابي أول ما كلت أول ما بقى دلوقتي تعودت عليه مدمن مدمن في الشتاء لازم السحفة ونجرة توم وشوية نجرة توم أقسم بالله إيه السحفة أقول جنبنا اسمه أقول اسمه ولا قول مش مشكلة ببليسيتي بيبقى ببليسيتي الحطاب العالمي الحطاب لما طلع عليه إشاعة أنا رحت كلت على فكرة أقسم بالله عشان على فكرة أي حد طلع عليه إشاعة يعرف إن هو حلو اكتر اكله جلجتك ملوخيه مش قلقتني من طعمها ما عندكم الملوخيه زين هي ما قلقتنيش في طعمها انا ايه ذنبي اقعد 9 ساعات عشان اكل 9 ساعات بتتعمل ما هي دي في الاول انما انا عرفت بقى ان هو بتاع عندكم مثلا بيقول المليح يبطى اللي مليح يبطى الله ينور عليك يا حاج سلموني هي دي اللي مليح يبطى اللي قالت عليها دي فهي دي كانت اول مره مراتي عملت ملوخيه قعدت مستني طب يا ستي طب سندوتش جبنه طب اي حاجه الواحد هيموت تقول لي لا انا مش هفضل واقفه 9 ساعات عشان طيب ماشي رجعت رحت تاني طب خيارايا طب طماطم طب اي حاجه الواحد هيموت لا الكتاب ده ما بيخلصش هو كام صفحه الكتاب صي صي كمل نسكت اسكت انا ما كملناش كمل انا مبسوط ان انا كملت بي ايمن يا ديني النبي عليا وعلى السير السوداء عايزه ايه هي ليه دي انا نفسي افهم دي ليه الانرجي بتطلع الانرجي ايوه باندا هتتحول كارمن كارمن بتصير وحش كارمن. اقول لك على حاجه انا عندي برنامج في موزايك انت اساسا ما سالتنيش لسه عن موزايك ودي حاجه غريبه هسالك احنا ما زلنا قاعدين عايشك بابا راهو ابعت لنا 2 شاي يا محمد احنا لسه قدامنا شويه بس كلمتني ليندا الرحال طبعا يلا احلى تحيه ليندا والحمد لله رب العالمين بدات نفكر في ريبريك وان انا قاعد معاك كورنيكر وايه رايك في كورنيكر دي فرنساوي ايه فرنساوي ضايع اقسم بالله فرنساوي جميل جدا يا اخويا طالع من بقك زي العسل نجيب زوز انفيتي يجوا من بلدين كل اسبوع موضوع صعب برشا انما حلو برشا بنطلع منه حاجه حلوه برشا تتابعوه وقتش يتعدى يوم بالضبط يوم السبت ويوم الاحد من وقتش لوقتي من الساعة 6 الصباح لساعة نصف النهار انا لحد الان جايب بحوالي 34 دولة جبت من برازيل ايران باكستان بكرة عندي من كوريا سفير تونس لا والله لا والله والله لا. انت احسن سفير لتونس الله يبارك ربنا يخليك يا منى ربنا يخليك يا منى ما تشغليني معاك كنا بمنى اقفر الكنبة دي اطلع اسقف وانزل تاني
والله فكرة بيه، والله والله تساعدني في التنشيط، إن شاء نكبروا الله. بقى البتاعة. انت جدعة ومجتهدة، يخليك يخليك وربنا هيديك على قد اللي انت بتعمليه بجد، ودم خفيف وضمرة بالتونسي ان شاء الله، ان والله شاء الله العظيم، عايش وروحك حلوة يعني، مش اي حد يقف يخليك. قدام الكاميرا الناس تقبله يعني. يلا ان شاء الله ربي يوفقنا الكل يا رب. 20 دينار وانا ماشي بس، 20 ما انا مليون قلت جنيه كلمتين ويا حلوين ويا يعني. فهمنا على 10,000 لا بدك انا على والله شركة. طب باه 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 10,000 عايش في تونس، 5,000 بعد نتزوج هو التاكسي بس خمسة. زيد انا اشكرني شوية نعطيك 20، زيد والله العظيم اشكر اشكر اكثر ردني يا كم هند صبري اني اقوى من مثلا تعطيك 50 دينار. لا 50 دينار دي احسن ممثله في تونس. بقول لكم اقفل التلفاز يا جدعان، الست دي حطمونا بقى ايوه تنشط تغني اخبار تعمل رياضه كل كله كل حاجه حتى في ال ايوه كده ايوه ان شاء الله. باندا ما يتقلهاش. لا لا ما تنساوش اللي السيد هذا عنده شين يوتيوب فيها اكثر من 40,000 ابوني، احكي لنا عليها شوي. والله هي 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 فتحه الخير بتاعتي هي من التاكسي من اليوتيوب، وطبعا عشان تعملي حاجه في التلفزيون الدنيا صعبه، ما حدش هيرضى يشوفك، ما حدش هيرضى يسمعك، فاحنا الحمد لله ان ربنا جاب لنا اليوتيوب. الحمد لله يا رب. ومين اللي الحمد مخترع مين لله اللي اخترع اليوتيوب ولا ده جه من مين اللي جابه؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف اسمه. ما يرحم والدين والديك، يرحم والدين والديك صاحبي، ورب الكعبه صاحبي يرحم والدين والديك. راني راني زوالي اخوك زوالي، الحمد لله انت عملت اليوتيوب، راني نخدم فيه على روحي صاحبي والله. بوسه خمس اموا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو بتاعنا مع ايمن المصري، وما تنساوش الابوني واللايك والفيو طبعا ده اكيد ده لازم، والسبسكرايب والسبسكرايب بالمصري ايوه كده، والسبسكرايب وتبقوا تبارتجوها وتشيروها. باندا دايرس ومتعتكم، وتحيا مصر تحيا تونس تحيا الوطن العربي كله. I got broads in Atlanta.